ويا قلبي انت تعبانة سلامات. منك يلا منك يا كذابة يا جليلة الحياة. أم بعينك حتى أم بعينك. أنا مو أسمك أختك ودابغتك يا تشمتين فيني أدري. أدري حين تقولين هذه حبتي أنا أدري بهالسوالف أعرف. لا والله حشا حشا لله. أنا بس يقولون زيارة المريض واجب. أخري أم بعينك حتى لا تجسيني وخي. زيارة المريض ما حد مريض غيرك أنتي أم لسانين. أنا عارفة الحكي المبطن من تحت لتحت عارفة النقزات. عمت عينك حتى عمت عينك رقبتي راحت عمت عينك حتى عمت عينك. لا لا هذا الحكي ما يصير بصراحة يا شمور. يبا ألف لا باس ألف لا باس وما تشوفين شر. شفيك الركادة زينة رقدي رقدي. أحلف يا يتعلمني الركادة. ترى أنا مكسرة الحين أقوم لك. ألف لا باس ألف لا باس ما تشوفين شر. تدري شو سويت لك؟ مسخن يستاهل ريجك الحلو. وأنا سويت لك شوربة البروكلي اللي تحبينها. وانتي؟ أنا؟ ايش دراني قلت لي بيطلع من الطبيب ما له خلق ياكل شيء. والله عاد أنا غير أنا شهيتي مفتوحة أطلع عكس الناس أنا وبيك الحين تقومين تسوي لي مموش ربيان طري. أنا سويت مموش ربيان؟ طري وبدون أحد ما يساعدك. يلا قومي. طري ها؟ كل اللي حاملين الآنسة جاية وناطرة الجاريات يحطون هالغدا. تشفيت متبين هاليوم يعدي على خير. امشي ننزل خلنا بس نجهز السفرة. تدري شو المشكلة؟ شنو؟ إنه كان عندي آخر أمل إنها تختفي من هالوجود وراح الأمل. تدرين لو أنا مسوي الحادث أقسم لك بالله ما راح يكون فيني شي صاحي. أنا أقول سكتي بس لحد يسمعنا. يلا خلنا ننزل بسرعة. يلا ما لحط سم بأكلك وتموتين وأفتك. وراي قاعدة من الصبح ويا ويج. سكتي لا تسمعنا. وش ها حريم اخواني وين كنتوا فيه؟ تمثيلك هذا ما اقنعني. وين كنتوا فيه؟ يبا وراسك الغالي كنت بالمستوصف. يعل راسك القص ان شاء الله. لولو وين كنتوا فيه؟ قلاتك وقلاتك بالمستوصف. دامو قلاتك يعني كذ ما كنتوا بالمستشفى. اقول عطيني اهو. شنو؟ عطيني تليفونك. ليش؟ جيبي تليفونك قلت لك بشوفك من تحاكين. شنو هذا احنا وين قاعدين انا رايلي ما يمسك تليفوني؟ حط رقم سري ها؟ والله يهداك يا شمور يا ام السناع. انت تعرفين ان هذه اشياء خصوصيه يعني مو اي احد يمسك تليفون اي احد. تعرفين انت ترضين احد يمسك تليفونك؟ انا غير انا بكفه والكون كله في كفه ثانيه حبيبتي. وبعدين على شنو حبيبتي؟ حمدوا ربكم انا مقعده ريايلكم عندي في البيت على طرد المعاش قاعدين حبيبتي ماكلين شاربين ومسحين ايدكم بالطوفه. مالت عليهم من اخوان ليتهم خذوا السنعه. يا ريتهم ماخذين لي وحده دكتوره ولا مهندسه كان قلت من وراها فايده. ما خذ الا المنكسره والعويه والطايحه الحظ. ليش يا عمري شفينا اسم الله علينا الرحمن الرحيم. على الاقل انا بنت جامعيه مو اخوك حتى شهادة ثانوية. إيه شحنيني زود شحنيني خليني أكرهك عشان أعرف أوريك سوات الله. لا عفية حبيني موتي علي. إن ما بتشيتك دم هاش طصي دارك. يلا ناطرة أبكي دم. يلا يا أم لسان. والخدامة وين هي؟ من أم ساندك عليها ما ترد عليها بها تغسل المواعين كذي مخليتنا فوضى. والله لعلمها إن ما حظيتها ما أكون أنا منيرة. أبشرك الخدامة دقت لي قالت لي أنا ماني جاية. أعطيتها بيزاتها ومشت. أعطيتها بيزاتها؟ وليش؟ تتصرف بدون إذني ليش؟ ليش شنو؟ فلوسها فلوس الخدامة. المرة تبي فلوسها اشتغلت تبي فلوسها. بعدين هذا رابع خدامة أنا بلك إياها وتمشي. بعدين شنو أنت شايفة نفسك على العالم كذي؟ ترى حالها حالك. وتدافع عنها وتدافع عنها ومعطيها فلوسها وتدافع عنها. أنا يا بنت الناس ما قاعد أدافع عنها. أنا قاعد أدافع الحق. مرة اشتغلت تبي فلوسها تمشي ما حد بيقعد عندك. تعال بدر المواعين غسلين بروحك. أنا أغسلهم وليش؟ متزوجني عشان أصير لك خدامة؟ أنا منيرة من طيبة هي المجنون. والله لو فزت الدنيا هني ما راح أخلي ولا شيء صاحي هني. أها 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 شوف شوف راح أوثق لك المطبخ. أنا تبيني أصير على آخر عمري خدامة؟ ماشي يا بدر أنا علمك. أنت إيه؟ راح آخذه وراح أبط مرارتك. أقول لك وخري وخري انا رقيه سمعي كلامي. مثل ما زوجت فارس ريلها راح تزوج ضاري ولدها. حبيبتي احنا بنات طيبو ما ينحط على راسنا شرايج. احنا اللي نصير شرايج وبغيضك.
باي ويع انتو شنو من بشر صج مو طبيعيين. هذا واحنا مو طبيعيين وانت كذي مستخفة. اي لو عين عليك زيادة حبيبتي روحي غسلي راسك، هذا اللي كنا بفك حلزوني ريحته خايسة لا افصل عليك. ها شوفوا من يتكلم عاد عن الجمال والخياس والاناقة شوفي نفسك انت قبل كف وجداري. اقول شوفي اوس ولدي من وراح زوجة واحدة جميلة وبنت اصل وفصل وسنع وعندها رقة. اوس ولدك هذا لو تحطي لي بوكيه هدية تعطيني اياه كذي ما اخذك كنا كركم. روحي يلا لا افصل عليك يلا. قالت اوس قال يما الله عمتي ما ادري شنو اقول لك، ما ادري شنو اقول لكم كلكم. الله لا يحرمني منكم، يحظ شيخه وعبد الله فيك. عمي خير يبا ناديني يبا انا بحسبه ابوك يا يبا. عادي عادي اصور بالتليفون اول صوره تكون انتم معي انتم الاثنين ابيها ذكرى. اي يما عادي اللي تبينه حبيبتي، بس اول ما نوصل صوري ثنتين ثلاث اربع اللي تبين اللي تبين امي سوي حبيبتي بنيتي يا عمري. ان شاء الله. كنت أظن يوم من الأيام أي المكانتش يا سارة. شو بدي احط وحده بندوره وباخذ ساره كمان رغيف الخبز وين؟ الله المكان شو كبير في عالم وناس. بسم الله. انت شو هي العربايه بتجنن ما فيني اخذ زيك. لك وين رغيف الخبز؟ سارة بندورة ما تتحركوا خلكم هون ضالين. شو هاي؟ ما فهمت ولا شي. آه يا محمود خلوك انت موجودة بس وينهم؟ كيفكن؟